لأنه من حقنا أن نعيش من خيرات بلادنا، لا أن يتصدق علينا أحد، ونحن بلد الثروات والخيرات. ومن هذا المنبر نوجه نداءنا إلى كل وطني شريف على مساحة الوطن أن يقف وقفة كرامة لإحقاق الحق وأعلاء رايته. فيكفينا خضوعا وتقاعسا لواقع نحن نرسمه بصمتنا. واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد. واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد. واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد. سوريا مش لفئة، ولا بنقبل تكون لفئة، لا إلا لحالنا ولا لغيرنا لحاله. نحن شركاء بأرضنا، مقدمين لدم ومقدمين لوقت. نحن شركاء في الوطن السوري مع كافة السوريين بدون استثناء، سني، علوي، درزي، مسيحي، شيعي، كردي، يهودي. أنا نوجه تحية لكل أمنيات الشهداء بكل سوريا. نحن وجدنا مش نقسم بين أولادكم، نحن كلياتنا بدنا نتوحد في سبيل الدفاع عن الأرض، والأرض في سبيل بناء وإعمار سوريا. نحن عندنا القرار، نحن عندنا القرار، هذه بلدنا، هذا الوطن وطننا.